بختار اللي سهل علي حياتي، بختار اللي يغيرها، بختار إنديجو. فاطين أهم الأفلام اللي عمل الأستاذ فاطين عبد الوهاب. أستاذ فاطين عبد الوهاب طبعا بيبقوا ساعات ميكست أب كده، بيقولوا أنت تقولي حاجات كأنه إحنا عارفين بس إحنا عايزين. هو المخرج فاطين عبد الوهاب مخرج السينمائي، مجموعة الأفلام بقى المهمة قوي اللي عملها الإسماعيل ياسين اللي هي تقلت منطقته، واللي لما تفتكريها النهاردة بتفتكري هذا الرصيد. صحيح. والباقي بيبقى الجارنيتور يعني بتاع يعني اللطافة بتاعت حوالين حوالين المنطقة دي كلها. يعني هو أستاذ فاطين كمان يعني هو ده أشهر مخرج كوميديا، أنا بتهيألي ما فيش جاي زيه في السينما المصرية إلى حد إلى اللحظة دي حقيقة. كان له خليفة طبعا كده قال الشوشو اللي هو محمد عبد العزيز، عمل برضو كم أفلام بعده بس كان بيتقال عليه الجونيور بتاع فاطين عبد الوهاب. بس انا بحس ان فاطين كده كانه مدرسه يعني، هو ملعب لوحده، ملعب لوحده. وكمان اصله كان ضابط جيش، فانا يعني فاهم المنطقه دي، فازاي طلع الكوميديا دي. ويمكن عشان كده لمساته كانت مهمه في السلسله اللي عملها افلام ياسين اسماعيل ياسين في الجيش، في البوليس، في جنينه الحيوانات. اسماعيل ياسين عمل متحف العاد، متحف الشمع، مستشفى المجانين، 15 فيلم. يعني طبعا الافلام اللي عملها اللي هي السلسله بتاعته 15 فيلم. طرزان متنوعين، طرزان ده في كمان في القمر، اسماعيل ياسين على القمر، اللي هو اسماعيل ياسين طلع القمر قبل ما امريكا في امريكا يطلعوا القمر. الحقيقه دي من الحاجات اللي هو عملها، ان هو رحله طلع القمر. بصي خياله كانت قصته بالمناسبه، قصه اسماعيل ياسين ان هو طلع القمر وحب شيخ بنت اللي هو الشيخ بنت شيخ اللي حاكم القمر. فبصي المنطقه اللي هو السينما الامريكيه اللي دلوقتي ممكن تبقى بتعمل عليها افلام واحنا نقعد عاملين كده قدامها، هو عملها ببساطه شديده جدا في هذا الوقت. اختار رقمك المميز وهيوصلك لحد عندك وتقدر تستخدم وحداتك في اللي يناسبك. إنديجو، اختيار يغير حياتك.